دلوقتي تمرين الدمج هيعلمني حاجة تانية، إن أنا أطلع درجة ثالثة من الألوان، زائد إن أنا هعمل برضو التدريج بس في منطقة معينة. تمرين الدمج هنكتب الألوان اللي هتتعمل فيها عشان تعملوها بنفس الترتيب بالظبط. هنعمل أول حاجة الأحمر والأصفر، بعدين هنعمل الأحمر والأزرق، بعدين هنعمل الأزرق والأصفر. عندنا لون أساسي ناحية اليمين ولون أساسي ناحية الشمال. الدرجة اللي هتطلع في النص هي الدرجة الثانوية بتاعت اللونين الأساسيين. يبقى عندي لون وحادي ولون وحادي، بيطلعوا لون ثنائي في النص، تمام؟ في الثلاث مستطيلات الأولانيين. ده بالنسبة للدرجات الأساسية والثانوية. الدرجات الثلاثية بقى هتظهر في الثلاثة الباقيين. همسك الألوان المتقابلة، عندي الأحمر ناحية اليمين والأخضر ناحية الشمال، والأخضر طبعا متكون من الأزرق والأصفر، يبقى أنا بحط درجة ثنائية على درجة أحادية بتديني في النص درجة ثلاثية اللي هي الدرجات الطبيعية. بعد كده عندنا الأصفر والبنفسجي، وبعد كده عندنا البرتقالي والأزرق. خلاص هنعمل الورقة بنفس الترتيب. نبتدي نختار لونين من الألوان بتاعت اللونين الأساسيين مع بعض عشان نطلع لون ثنائي. نختار مثلا الأحمر واختار الأزرق. هبتدي أظلل الأزرق ناحية الشمال. شايفين أنا مش هدرب لحد ما أوصل للنص، يعني كل المنطقة دي هتاخد درجة تقيلة. وأجي لحد النص كده وأبتدي أدرب الأزرق أطلعه على ما فيه. يعني مش زي المرة اللي فاتت ابتدي التدريج بالغامق من الحافة قوي، لا انا عاوز الغامق ده يوصل لحد منطقة النص وبعدين ابتدي ادرب. عشان اللون اللي هيطلع في النص يبقى باين وواضح، ما يبقاش خفيف. مش لازم اخلص الازرق للاخر عشان اعمل الاحمر، لا ممكن في البداية ابتدي اشتغل برضو بالاحمر خفيف. واحدة واحدة ابتدي اخلص الشغل. الرصاص والالوان الخشب مش عاوزين مغامره، المغامره فيهم بتبوظ الشغل، فلازم تبتدي طبقات خفيفه عشان تبقى دايما متحكم في الشغل اللي فيه. انا ابتديت اهو ادمج الشغل، الدرجه البنفسجي بدات تظهر بس مش واضحه، عشان كده هبتدي اتقل واحده واحده. امسك الازرق شويه واشتغل. واحده واحده تبتدي الدرجه البنفسجي تظهر في النص. طبعا ممكن اتاكد اكتر لو انا عاوز الدرجة تظهر بشكل كبير. التمرين ده مش شرط استخدم بقى الدرجات الغامقة قوي عشان تحس باللون اللي هيطلع في النص، ممكن عادي نستخدم درجات وسط، يعني مش فاتحة قوي مش غامقة قوي. يعني درجة الأزرق مش لازم تستخدم الكحلي، هتلاقي البنفسجي اللي طلع لك هيبقى قريب قوي من الأسود. لا أنا عاوز الدرجات تبقى يعني فيها سنة أبيض فاتحة شوية عشان الدرجة اللي في النص تظهر شوية.
شايفين بسحب الاحمر على ما فيش عشان الازرق اللي في الاخر يبقى ازرق صافي مش عليه احمر. نفس الفكره في الازرق، بسحب الازرق على الاحمر خفيف واسيب الاحمر اللي على الطرف الاساسي. طبعا ممكن اضغط خالص بقى عشان اللون يبان بعد ما اكون اطمنت ان التدريج هنا ظبط. الورق الخشن بيساعد شويه ان انت تعمل طبقات كتيره جدا عكس الورق الناعم، فبيديك فرصه اكبر ان انت تشتغل وقت اطول، وكمان مناسب اكتر مع الناس اللي ايديها تقيله عشان لو غلط او حاجه بيلاقي المسام دي يعني بتشوش شويه على الغلط، مش بيبان قوي ان انت غلطت او كده. خلاص وقفوا انتوا شويه. بتتهز؟ طيب ممكن نتصرف بعد كده. بتتهز قوي في الاول؟ ما انا كسبتها بقى. وانا على فكره انا ماسكاها ساعات بتتهز برضه بس بسيط. مش مشكله. تمام يا جماعه، دي الدرجه هي البنفسجي اللي طلعت في النص. اللي عاوز يضغط ويزود ضغط ويجيب درجات يعني اعمق من كده واغمق من كده مفيش مشكله خالص، بس عشان الوقت بتاعته فبعمل الحاجه بشكل سريع. طيب هنختار دلوقتي لونين متقابلين ونشوف الدرجه اللي هتطلع في النص اللي هي الدرجه الرماديه الثلاثيه. هنختار برضو الاحمر بدرجه الاخضر، بس اختاروا درجه اخضر مش مكونه، لان العلبه الكبيره هتلاقوا فيها درجات اخضر هي بالفعل واخده نسبه احمر، يعني هتلاقي لونها زيتي شويه، هي ثلاثيه اصلا. لا انا عاوز درجه اخضر مش ثلاثيه، درجه صريحه مكونه من الازرق والاصفر بس. يبقى انا عندي هنا على الطرف ده الاخضر والطرف ده الاحمر، ومطلوب مني اطلع درجه الرمادي بتاعه الاحمر والاخضر اللي هي الالوان المتقاطعه. دي برضو الاحمر. طبعا احنا بنبري القلم بالكتر المفروض، وفي برايات بتعمل السن طويل، في برايات مخصوص للاقلام الخشب ممكن تديك سن طويل، طبعا يعني مش متوفره قوي القصر يعني، بس ممكن ندور عليها.
حاجة ما احسش برضو بالفواصل. يعني اطلع الدرجة الثالثة وابتدي ادرجها يمين وشمال. ومهمة تبقى واضحة، محدش يعملها لي هنا خفيفة. الدرجة الرمادية ابتدت تظهر، لو حسيت ان هي محمرة قوي اديها اخضر تاني عشان تظبط، حسيت ان هي مدرجة قوي اديها احمر عشان محتاجين درجة رمادية حيادية شوية اقرب للبني. هي درجات البني اللي المفروض في العلبة هي متكونة بنفس الطريقة دي. بس بعد ما اخلص هلاقي ان عندي الاحمر الصريح على ناحيه اليمين والاحمر الاخضر الصريح ناحيه الشمال. كل الدرجات اللي في النص دي هتبقى درجات رماديه طبيعيه ثلاثيه. الدرجه الحياديه قوي هتبقى في النص اللي هي تساوت فيها نسبه الاحمر مع الاخضر. خلاص بس دول التمرينين خلاص خلصوا، تمرين التدريج وتمرين الدفع. هنكمل زي ما احنا شغالين بنفس الترتيب كده.